هو معي المدير. اللهم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حسن بن رحمة رحيم جامعة الصعيد من مواليد 1970 لكريم ستات، متماشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصر الله. فنحن نشكر السيد العامل على الدعم الكبير الذي وجهه لهذه الجماعة، لهذه الجماعات التي تكون من هذا المنبر، فسوف يكون هذا التدشين هذا قسم التعليم الأولي، يعني من الأقسام التعليم الأولي من الأقسام الأولى هنا بالجماعة. وكذلك نشكر جمعية أولاد سيد نداوي للتنمية البشرية على هذه المبادرة الطيبة، وكذلك نشكر كذلك الذين يسهرون بجانبها حتى وهي تدخل في 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 القضاء على الهدر المدرسي هنا بالجماعة. وكذلك نشكر على السيد المدير الإقليمي على جهده المبذول في هذه الجماعة كذلك، ونشكر كذلك جميع ساكن الجماعة أولاد الصعيد وكذلك المنتخبون الذين يقدمون الدعم المادي والمعنوي لهؤلاء التلاميذ. وكما ترون أن نحن نتواجد الآن بسطول النقل المدرسي ويتكون من 5 أو 4 سيارات نقل حصلنا عليها هذه السنة هنا في الجماعة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك المجلس الإقليمي وكذلك دعم خاص من ميزانية الجماعة حتى يمكننا القضاء والنهوض بالتعليم قاطرة التنمية لهذه المنطقة. وشكرا. رجاء بنبلي رئيس جمعية أولاد سيدي بن داود للتنمية البشرية. اليوم عندنا بحضور السيد العامل عندنا افتتاح أول قسم تعليم أولي بالدوار. هذا الشيء كيدخل في أهداف الجمعية اللي تخصص إن شاء الله في تجهيز هذا النوع من هذه الأقسام. هذا القسم هذا الفضاء هذا خلقناه لسببين. السبب الأول هو أن هاد الأطفال هذو اللي عندهم واحد الفضاء اللي يدوزوا فيه 50% من الوقت ديالهم يجيو ينميو القدرات ديالهم المعرفية واللغوية والثقافية، وفي نفس الوقت يولفوا على السير الدراسي بما أنهم كيخرجوا من هاد المقاعة هذه وكيتلاقاو بالوليدات اللي كيقراو في مستويات أخرى. والسبب الثاني هو أننا نحروا هذيك الأم باش تمشي تخدم في مشروع من المشاريع اللي كتخلقهم الجمعية. أستاذة بالمناسبة إن شاء الله اللي ربما لأول مرة ربما في الجماعة ديال الأولاد صغير وقيدات أولاد صغير ويعني الجمعية ديالكم يا أولاد سيدي بن داود، الرسالة ديالك هاد الناس الساكنة. هاد الساكنة هادو بغيتهم يتشجعوا باش يجيبوا الوليدات ديالهم، أولا يجيو يشوفوا بعدا القاعة ويطمنوا على الوليدات ديالهم فين غاديين يكونوا،
وعلاش لا يدوزوا معاهم حتى وقيت لنا واحد الساعات حتى يشوفوا ويطمئنوا على واش فين غادي يكونوا. لكن نشجع جميع الساكنه ديال هاد الدوار هذه انها تجيب الوليدات ديالها، راهم غادي يكونوا في الامن والامان.